صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أغلى مستمعين. صباح الخير والنور والإشراق على الإمارات، على إماراتنا أغلى وطن. عليكم جميعا أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا فيكم في هالحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. في هذا الصباح الجميل حاب أصبح على كل من يستمع لنا في هذا الوقت، وأيضا حاب أصبح على الفريق المتواجد معانا اليوم في الاستوديو، في استوديو إذاعة نور دبي. معانا من التنسيق الأخت نجاة السويدي، ومعانا المخرج المبدع اليوم الأستاذ وائل قواسمة، ومعاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. حابين نذكركم في بداية حلقتنا، حلقتنا اليوم بأرقام التواصل على 6005514414، على الرسائل النصية 4006. الحلقة اليوم بيكون فيها أخبار شيقة ومعلومات كثيرة، وبنبتديها بالخبر أو بالدراسة العلمية والخبر اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا على في كل مكان تقريبا. خبرنا لليوم يتحدث عن شريحة الدماغ من إيلون ماسك، وخلنا نشوف هذا الخبر شو يقول. ادعى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تقنية شرائح الدماغ التي تطورها شركته نيورالينك يمكنها علاج السمنة المرضية وطنين الأذن في غضون 5 سنوات من الآن. وقال ماسك أن شريحة الدماغ من نيورالينك يمكن أن تسمح للكمبيوتر بالاتصال المباشر بالدماغ وحتى تحفيز نشاطه. وعلى الرغم من أن الفكرة هاي قد تبدو بعيدة المنال، إلا أن ماسك معروف بقيامه بمشاريع طموحة جدا، ويقول الخبراء أن العلاج يمكن أن يكون مجديا. وأشار الخبراء إلى أن قدرة شريحة نيورالينك على استهداف مناطق معينة من الدماغ يمكن استخدامها للتحكم في منطقة ما في تحت المهاد المسؤولة عن الشهية. ويمكن أن يساعد الاختراع أو اختراع الشركة أيضا الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ. وقدم ماسك الاقتراح في مقابلة مع تيد في 14 أبريل الذي مضى، وخلال هذه المقابلة أضاف أن السمنة المرضية إلى قائمة الأمراض التي يعتقد أن شريحة نيورالينك يمكن أن تساعد في علاجها، بما في ذلك مرض الباركنسون ومرض الزهايمر وربما التوحد، فضلا عن خلق تعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي. خبر جميل جدا، وخبر أيضا يبشر بالخير في هذا الصباح الجميل. بما أننا نحن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن الأخبار الجميلة، ناخذ الفقرة الثانية معانا في هذا الصباح، ونستقبل معانا هاتفيا الأستاذة أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة في دبي، عشان تحدثنا بأهم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أستاذة أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم دكتور وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صبحك الله بألف خير وسرور. حدثينا أستاذة أسماء اليوم شو تقول لنا وسائل التواصل الاجتماعي؟ دكتور خلال نحن يوم الجمعة الماضي كنا أعلننا عن إغلاق مركز الصفا الصحي، وهذا كان بتاريخ 22.
ونقل جميع الخدمات الموجودة في مركز الصفا إلى مركز المزقية المصلحي. ويوم أمس كان عودة مركز أو افتتاح أو يعني بداية استقبال المتعاملين في مركز أم زقيم الصحي، وهو الموجود على شارع جميرة. المركز رجع، اللي هل جميرة يعرفون المركز اللي قبل كان اسمه عيادة أم زقيم. المركز كان صغير، فرق كبير بين اللي كان واللي الحين الحلة الجديدة، فالحين مركزهم بدأ يستقبلهم بحلته الجديدة وبشكل جديد وأيضا بخدماته الجديدة للستائية. فهذا من ضمن الأشياء اللي كانت يوم أمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت يوم أمس كان بداية أسبوع التحصين العالمي، ومن ضمن هالأشياء أن جميع الجهات الصحية في الدولة يعني تتحد في نشر التوعية بخصوص التطعيمات بشكل عام. ومن ضمنها مجموعة من الأشراف اللي كانت تنزل في حساب هيئة الصحة الوزارة وأيضا دائرة الصحة بأبو ظبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت يوم أمس كان وجود حافلة التبرع بالدم في القرية العالمية. تقريبا نحن التنقلات الرئيسية اللي للمجتمع أو للجمهور من باب التبرع بالدم دائما نعلن عنه في قنوات التواصل الاجتماعي، لذلك دائما ننصح الأشخاص أنهم يتابعونه. البارحة كانت حفلة التبرع بالدم في القرية العالمية موجودة من الساعة 2 إلى 11، وكان بجانب المسرح الرئيسي. كيف يقدرون يحصلون الأبديت أو المستجدات في قناة الخاصة بهيئة الصحة؟ ممكن ذلك من خلال متابعة مجموعة من الحسابات الخاصة بهيئة الصحة، أو حتى من متابعة المستجدات السريعة تكون نازلة على تويتر وإنستغرام اللي هو DHA_Dubai. أيضا من ضمن باقي القنوات عندنا الإسلام دبي هاوس أثوريتي. من ضمن الأشياء اللي كانوا حاطينها يوم أمس في السوشيال ميديا، المتعاملين كانوا موجودين وانتبهوا نحن عندنا حساب في تيك توك. نعم نحن عندنا حساب في تيك توك واسم الحساب DHA_Dubai. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانوا يسألون عن الناس بخصوص أوقات العمل خلال فترة العيد، نحن جميع أوقات العمل راح نحطها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، ونتمنى من الجميع أن أيضا يتابعونا على القنوات اللي نحن ذكرناها من شوي يعرفون أوقات العمل في مراكز ومستشفيات التابعة لهيئة الصحة بالدبي. تقريبا هذه المستجدات اللي موجودة قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. جميل جدا أستاذة أسماء، فالمركز اللي كلنا نعرفه ونحبه رجع يستقبل المرضى والمتعاملين في أم سقيم، وأيضا في حافلة التبرع. وخليكم دائما تتواصلون معنا على وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذة أسماء لو تذكرينا بالهاندلز مرة ثانية، أو سواء على التيك توك، على تويتر، على إنستغرام. تويتر وإنستغرام وتيك توك DHA_Dubai. أما في القنوات الثانية اللي هو فيسبوك، لينكدين، ويوتيوب، هو دبي هيلث أثوريتي. شكرا جزيلا للأستاذة أسماء، نتمنى لك يوم جميل أستاذتنا. وأيضا بعد هذه الفترة الفقرة بناخذ استراحة قصيرة وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. برنامجكم برنامج صحة وسعادة، رجع لكم مرة ثانية مع الفقرات المتنوعة الموجودة اليوم. برنامجكم برنامج صحة وإذاعة تقدمها هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم بالتعاون مع الإذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل كنا ماخذين فقرة كنا نتحدث فيها عن كيف ممكن المستقبل القريب، خلنا نقول يتحدث عن وجود ما يمكن شرائح تكون في الدماغ
ممكن هذه الشرائح تحد أو ممكن تسيطر على مثلا مناطق معينة في الدماغ، ويمكن لها في المستقبل القريب تعالج مثلا أو تكون لها دور فعال في علاجات لمثلا أمراض كالسمنة أو السمنة المرضية أو طنين الأذن، وأيضا مرض الباركنسون ومرض الزهايمر. وأيضا خذينا فقرة قبل فقرة التواصل الاجتماعي اللي الجميع يحبها، حيث أن نحن تناقشنا مع الأستاذة أسماء الجناحي عن المستجدات اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي على هيئة الصحة بدبي من خلال المواقع التي تتابعونها. فمنها الافتتاح لمركزنا، لمركز أم سقيم، رجع يفتح يديه للجميع إن بحلته الجديدة وبطاقمه المتكامل من الأطباء والمهنيين، وأيضا العيادات الأسرية والعيادات التخصصية. وأيضا حتى تحدثنا بأن جميع المستجدات من خلال أوقات العمل اللي بتكون سواء كانت في فترة رمضان أو حتى في الفترة المقبلة إن شاء الله في فترة العيد وأجازة العيد، سوف تحدث إن شاء الله بإذن الله اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا هذا الأسبوع يصادف أسبوع التحصين أو الفاكسينيشن أو التطعيم العالمي. هذا الأسبوع أسبوع مهم جدا. التطعيم له دور فعال في الحماية من الأمراض والوقاية من الأمراض، فخصصت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع كرسته فقط لجلب أهمية والتوعية والتثقيف من ناحية التحصينات، وكيف التحصينات لها دور مهم وفعال في المجتمعات، من حيث أن التطعيمات تبتدي من سن صغير جدا، من الرضع حتى إلى كبار السن. فلكل فئة عمرية في لها جدول معين خاص للتطعيمات، وكل فئة سواء كانت مثلا من الفئات اللي خلنا نقول لها مثلا وضعية خاصة صحية، سواء كانت مثلا المناعة عندهم نازلة أو إلى آخره، ممكن لهم يكون جدول خاص للتطعيمات، وهذا شيء مهم جدا للوقاية لهم من الأمراض، ولا سمح الله من المضاعفات اللي ممكن تجلبها هذه الأمراض اللي ممكن يكون لها وقاية عن طريق التطعيمات. فهذا الشيء مهم، زيارتنا للأطباء والتثقيف بنوع التحصينات هذه واللي موجودة. ممكن زيارة طبيبكم المختص أو طبيبكم اللي ممكن يعرفكم عن التطعيمات اللازمة والتطعيمات التي يجب أخذها في المواسم مثلا أو في أعمار سنية معينة. فهذه كانت المستجدات اللي خذيناها قبل الفاصل. أما اليوم حلقتنا بتكون فيها أكثر من فقرة، ففيها فقرة بتكون شيقة جدا عن اليوم أيضا، ليس فقط أو هذا الأسبوع ليس فقط أن نحن أو نحن نكرس فقط عن التوعية أو الثقافة عن التحصينات أو التطعيمات العالمية، بس أيضا اليوم يصادف اليوم العالمي للعمال، وهذه الفقرة بناخذها من بعد الفاصل اللي بينا، حيث بنتكلم شو له علاقة اليوم العالمي للعمال، وكيف يكون أو مثلا الأول من مايو هو أصلا اليوم الأول اليوم العالمي للعمال، وكيف دولة الإمارات تكون سباقة في الاحتفال بهذا اليوم
والنظر في أهمية هذا اليوم، وكيف كيف ممكن أن نكون نحن على دراية شو الاحتياجات اللي ممكن العمال يرونها. بالعكس، في أيضا، خلنا دامنا نحن نتكلم عن موضوع التحصينات أو التطعيمات، وأيضا صحة العمال، التطعيمات والتحصينات أيضا ممكن تكون مهمة جدا لبعض الفئات العمالية اللي يمكن لهم يكون تعرض لمثلا لأمراض، أو عندهم تعرض أكثر لأمراض معينة. فهذه كانت هذه اللي كانت الفقرات اللي ناقشناها، وأيضا نحن حابين نشكر كل اللي يبعثون لنا رسائل نصية على 4006. محمد الرشيد، صباح الخير وشكرا جزيلا على رسالتك هذه الصباح. وأيضا نشكر على جميع الدعوات الطيبة هذا الصباح. الحين بناخذ فقرة مهمة جدا، وفقرة التغذوية الهامة جدا بالنظام الغذائي. معنا الأستاذة فاطمة فريد، اختصاصية التغذية السريرية، حيث اليوم إنها بتحدثنا شوي عن الالتهابات المختلفة، وكيف ممكن الغذاء الصحيح يساعدنا في الوقاية من الالتهابات. صباح الخير الأستاذة فاطمة فريد. صباح النور، مرحبا. أهلا مرحبا فيك الأستاذة فاطمة فريد. بما أن نحن نتكلم عن الالتهابات، خلنا نكون اليوم الصبح يمكن الالتهابات، هاي الالتهابات أو مفهوم الالتهابات مزعجة عند الجميع، خلنا نكون صريحين. وفي التهابات مختلفة، والناس تواجه مختلفة طبعا، التهابات مختلفة بحسب المشكلات الصحية اللي عندهم. فخلنا شوي نعرف الأستاذة فاطمة، شو يعني، شو نقصد بالالتهابات هذه؟ أوكي، فبداية موضوعنا اليوم هو العلاقة بين الالتهابات والتغذية، وكيف ممكن التغذية تكون جزء من علاج أو جزء من علاج هذه الالتهابات والتقليل منها. فنقصد هنا بالأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة اللي تكون على مدى بعيد يعني، والجهاز المناعي في هالحالة يكون دائما فعال، دائما يشتغل، والكريات الدم البيضة دائما مرتفعة، والجسم في حالة أنه يحارب هذه الالتهابات ويدافع عن الجسم يعني بشكل عام. من أمثلة هذه الأمراض اللي هي حالات الربو مثلا المزمن، التهاب المفاصل، الحساسية المزمنة، الروماتويد، بعض أنواع السرطانات، التهابات الجهاز الهضمي مثلا، وغيرها من هذه الأمراض اللي تكون تسبب التهابات مزمنة في الجسم. جميل أستاذة فاطمة على شرحك الوافي. أظني في ناس ممكن تفكر إن هل في أو خلنا نقول بشكل عام، هل في نظام غذائي معين يحمينا من الالتهابات، أو يكون يقينا يعني من الالتهابات بشكل تام؟ طبعا في أطعمة ممكن إنها تحارب الالتهابات، لأنها تتكون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومواد الكيماوية المفيدة اللي هي بتحارب هذه الالتهابات، لكن ما نقدر نصرح ونقول إنه والله في نظام غذائي إذا اتبعته راح تشفى من هاي الالتهابات. فنحنا في خطوات مهمة إن نحنا نسويها، لأن النظام الغذائي جزء لا يتجزأ طبعا من العلاج، ولكن في نفس الوقت أول خطوة ممكن أن نسويها أن نبتعد من الأطعمة المعروفة أنها تسبب على المدى البعيد وعلى تناولنا المستمر لها الالتهابات، وتزيد من نسبة يعني تضعف actually، ممكن أنها تضعف الجهاز المناعي وتقلل من محاربته حتى من للجسم، وممكن أنها بعد تسبب التهابات. ومنها الأطعمة المصنعة العالية بالأملاح، البطاطا المقلية، الفاست فود، الأكلات، الوجبات السريعة، المعجنات المكررة والبسيطة العالية بالسكريات والدهون. هذه الأطعمة اللي نحن دائما ننصح أن نبتعد عنها
الابتعاد عنها أول خطوة لأن نحن نخفف من هذه الالتهابات. فلأنها هاي الأطعمة مثل ما قلت إن هي تحفز من الالتهابات في الجهاز الهضمي وفي الجسم بشكل عام. تمام؟ فهني ننصح، وثاني خطوة طبعاً بننصح إن نحن نتبع النظام الغذائي الصحي المتكامل الشامل اللي يعزز من الجهاز المناعي ويساعد الجسم إنه يحارب هذه الالتهابات. وطبعاً مثل ما قلت إن هاي الأطعمة عادة تكون وايد عالية بمضادات الأكسدة وعالية جداً بالألياف، منها مثلاً البقوليات، الشوفان، الحبوب الكاملة مثلاً، الأوميغا 3 مثل اللي هي الدهون المفيدة مثل بذرة الكتان، الجوز، السالمون، اللوز، وبعد طبعا الأطعمة العالية بالبوليفينولز اللي هم مركبات كيميائية موجودة في النباتات وعالية جدا بمضادات الأكسدة، موجودة في البيريز، موجودة في الشاي، موجودة في الفواكه الحمضية مثلا مثل الكيوي والبرتقال والبيريز بشكل عام. وطبعا الدهون الغير مشبعة، الدهون الغير مشبعة مثل اللي موجودة في اللوز، في الجوز، في الزيوت، زيت الزيتون، زيت الكانولا. طبعا إذا نظامنا الغذائي كان متكامل ويحتوي على هاي المواد الغذائية، ونحن ما نطلب من الناس أن التدريج خلاص يعني يسوون تغيير مفاجئ أو تغيير يعني جذري مرة واحدة. طبعا كل شيء ممكن يستوي تدريجيا، أنا ممكن تدريجيا نبتعد أو نخفف من تناول الأطعمة المسببة للالتهابات، وتدريجيا ندخل في نظامنا الغذائي هاي الأكلات الصحية اللي بتعزز من الجهاز المناعي في الجسم. جميل جدا. فيعني مثلا خلنا نقول نفس ما انت قلتي، يعني هو التغيير الجذري بعد يعني ممكن يكون صعب. رايك الناس يستصعبونه؟ نعم نعم، لان شوفي في سهوله امور ان مثلا الفاست فود او الـ 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 الاكلات السريعه والوجبات السريعه هذه ايضا ممكن تكون نفس ما تنقال لها سريعه، ما في اشياء ثانيه فتكون، او ايضا ساعات ممكن تكون مغريه لفئات عمريه معينه، فتقليل منها مثلا او ممكن نشوف الاشياء الثانيه اكثر. وما انك تعطيتينا استاذه فاطمه يعني اعطيتينا لسته كامله او قائمه كامله، سواء كانت من الفواكه، سواء كانت الحمضيات او التوتيات حسب نعم او المكسرات، ممكن هاي مثلا نستبدلها في يوم على اساس انه يكون سناك او وجبه من بين الوجبات، ممكن ناخذها كوجبه صحيه مثلا اذا اصح المعلومه هاي. والابتعاد صح استاذتنا فاطمه، والابتعاد عن الاشياء المضره صح. ممكن نحن بعد نفكر يعني من ناحية ثانية، أنا بدل ما نحن نفكر أنا بنحرم من الأشياء اللي أحبها، بالعكس لازم أفكر في شو الأشياء اللي أنا حرم نفسي منها، شو الأشياء المفيدة اللي المفروض أنا أكلها وما أكلها، بدل ما أفكر بالطريقة العكس اللي الطريقة شوي ممكن تكون سلبية أو تقلل من حماسي إني أتناول نظام غذائي صحي. نعم جميل جدا مع هالمفهوم استاذة فاطمة. يعني هي سالفة الالتهابات ومثلا المنتوجات العضوية او الاورجانيك، خلنا نقول هل لها علاقة بارتباط مثلا لو نحن استهلكنا الأطعمة العضوية مثلا، هل هذا لها مثلا خلنا نقول ادفانتج او لها مثلا فوائد أكثر من الأطعمة العادية خلنا نقول؟ هي ممكن بعض مثلا في بعض أنواع الفواكه، ممكن أنواع الخضروات بتكون أقل بالكيميكال طبعا، المواد الكيماوية المضافة لها، فممكن طبعا بيكون للفائدة طبعا. بس نحاول إن ما يعني مفهوم المنتجات العضوية يعني بعد فيها يعني جانب يعني مستغلين في يعني في التسويق، فنحاول ان نكون شوي يعني نفكر مثلا قبل ما نشتري المنتجات العضويه. بشكل عام الخضروات والفواكه العضويه افضل، ممكن حتى انواع الحليب مثلا تكون عضويه، نتاكد انها تكون خاليه من الهرمونات، يعني بعض الاطعمه يفضل انها تكون عضويه، فأكيد بيكون في فايده لانه بيكون اقل بالنسبه الكيماويات الموجوده فيها.
الأستاذة فاطمة فريد. ولكن اذا ما سوري بس اذا ما كانت متوفره المنتجات العضويه ما يعني ان نحن ما نتناول الخضروات او الفواكه، بالعكس نعم طبعا لازم ناكلها. هي. نعم نعم الأستاذة فاطمة فريد، كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة ممكن تقولينها لكل المستمعين اللي يستمعون لنا اليوم؟ كلمة أخيرة أو يعني نستنتج من هالكلام، مثل ما قلت أنا النظام الغذائي الصحي راح يكون جزء من علاج، ما راح يكون يعني هو العلاج المتكامل، ولكن في خطوات ننصح أبغي أنصح الكل أنه يتبعونها لمحاربة بشكل عام. يعني نحن اللايف ستايل أو نظام حياتنا بشكل عام عالي، يعني وايد في ستريس مثلا، في اشياء نحن نمر فيها ممكن انها تزيد من نسبه خطوره الالتهابات بشكل عام، فنحاول انه دائما الاكل يكون صحي وطبيعي اكثر، الرياضه نستمر فيها، الحركه والنشاط تكون جزء من نظامنا الغذائي، نراقب الوزن، نحاول دائما يكون وزننا من ضمن الطبيعي يعني بالرياضه والاكل الصحي طبعا، ناخذ قسط كافي من النوم يوميا، وابتعاد عن التدخين، لأن هاي الأشياء كلها ممكن تزيد من التوتر وتزيد من نسبة الالتهابات وتزيد من نسبة يعني الاسترس في الجسم. طبعاً نبتعد عن التوتر والضغط النفسي بشكل عام. هاي الخطوات أنصح الكل إنه يتبعها بالإضافة للنظام الغذائي عشان يكون توجهنا متكامل من ناحية نظام صحي متكامل يعني. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة فاطمة فريد، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، على تغطيتك اليوم، وعلى طرحك للموضوع الكامل عن كيف الوقاية من الالتهابات بالنظام الغذاء السليم المتكامل. ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. برنامجكم برنامج صحة وسعادة، رجع لكم مرة ثانية يا أغلى مستمعين. برنامج صحة وسعادة تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. اليوم الحلقة تطرقنا فيها لمواضيع شيقة جدا، منها الخبر العالمي والخبر أن شريحة دماغ ممكن تكون تساهم في القضاء على أمراض مزمنة كأمراض السمنة وطنين الأذن والباركنسون والزهايمر. من بعدها تناقشنا مع الأستاذة فاطمة قبل هذا الفاصل، فاطمة فريد اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، عن أهمية الغذاء والنمط النمط الحياة الصحي في الوقاية من الالتهابات. وأيضا اتطرقنا إلى أن هذا الأسبوع أسبوع التطعيم أو التحصين العالمي، واليوم بنتكلم أو في هذه الفقرة بنتكلم عن الاحتفال أو احتفال العالمي باليوم العالمي للعمال. يحتفي العالم وأيضا معها دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو من كل عام، وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة والأكثر تقدما في كل ما يخص شؤون العمال ورعايتهم وإحاطتهم بكامل العناية والاهتمام، ولا سيما الجانب الصحي. فبخلاف الجانب الصحي يكون من رعاية طبية، وأيضا جهود كبيرة مبذولة لتثقيف العمال وتنمية وعيهم بأحدث أساليب الوقاية من الأمراض والحماية الشخصية. يسعدني في هذا الصباح أن أستضيف الأستاذة شيرينا لوتا، مثقف صحي أول بهيئة الصحة في دبي، عشان تحدثنا أكثر بهذا اليوم وباحتفالية اليوم العالمي للعمال. صباح الخير أستاذة شيرينا لوتا. صباح الخير والنور عليكم جميعا، أشكر إذاعة نور دبي لاستضافتكم لليوم.
وأشكر بالأخص برنامج صحة وسعادة. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة شيرين لوتا. بما أن نحن نتحدث أن الأول من مايو بيكون بعد كم من يوم بإذن الله إن شاء الله، ففي يوم يعني عالمي العالم كله يحتفل باليوم العالمي للعمال، ففئة العمال لها اهتمام بالغ من جانب هيئة الصحة بدبي، سواء كانت في جانب الرعاية الطبية أو أيضا التثقيف الصحي. فخلنا اليوم شوي نركز من مسألة التثقيف. ما هي التثقيف الصحي وشو يعني وشو أهدافه وكيف هذا بيساعد في اليوم العالمي للعمال؟ طبعا مثل ما نعرف منظمات الصحة العالمية عرفت الصحة على أن الشخص يكون خالي من الأمراض النفسية والجسدية والعقلية، فدور التثقيف هنا في الصحة في هيئة الصحة الاهتمام بجميع هذه الجوانب. وليش مركزين على العمال؟ لأنهم شريحة كبيرة في المجتمع، وتقريبا هم متواجدين في كل مكان، سواء في الشركات، في المطاعم، المواصلات، فمن المهم تثقيفهم بالغرض من الحفاظ على سلامتهم. جميل جدا. فالتثقيف أيضا له حماية لصحتهم وتوعيتهم. فالأستاذة شيرينة لو ممكن تكلمينا شو هي الحملات التوعوية من الأمراض اللي تقوم في هيئة الصحة وخاصة لفئة العمال؟ طبعا عندنا حملات كثيرة، منها تخص النظافة الشخصية، وفي حملات الأمراض المعدية، وأيضا الإجراءات الاحترازية، ونسوي لهم أيضا حملات الإنهاك الحراري لأنهم يشتغلون مثل ما تعرفون ساعات طويلة بالشمس، فمن الضروري أن نعطيهم هالمواد التثقيفية. مثلا عندنا حملة تثقيف لسائقين المواصلات العامة، حيث أن نثقفهم عن النظافة الشخصية، وهذه الحملة تكون عندنا على مدار السنة. بالإضافة أن نثقفهم عن أهمية النوم، بحكم أن يقودون السيارة لساعات طويلة جدا. وعندنا مثل ما تعرفون حملة دبي بلا سي، هذه تكون حملة الهباتيتس سي، من خلالها نسوي فحص بسيط لفئة العمال وتطلع النتيجة فورا. وأيضا عندنا التثقيف بالإجراءات الاحترازية، وكل هالمواد التثقيفية تكون بلغات مختلفة، مثلا الهندي، الفلبيني، الباكستاني، عشان تعم الفائدة على الجميع. جميل جدا، يعني لتضم جميع شرائح المجتمع، سواء كانوا من مثلا من جنسية معينة أو من نوعية عمل معين. بالضبط. جميل جدا. ففي توعيات، حملات توعية مختلفة، سواء كانت من الجانب خلينا نقول التثقيفي، أو أيضا حتى من ناحية التوعية والكشف عن الأمراض بطريقة مبكرة. هل هنالك إرشادات معينة أو توجيهات معينة تصدرها هيئة الصحة في دبي ويقوم تقديمها بشكل مباشر للعمال في مختلف المواقع؟ في نصائح عامة للعمل بحكمة، أو خلنا نقول للعمل بأمان، منها أن الشخص يتعرف على المخاطر المتواجدة في مكان عمله، وأيضا امتثال المعايير والقوانين، الحصول على التدريب الكافي اللي يحتاجونه، وتقليل الضغط في مكان العمل، مثلا أخذ فترات راحة منتظمة عشان يقل الضغط. وهني نهتم بالجانب النفسي أيضا، تجنب الانحناء لحماية الظهر، استخدام واستغلال المعدات الميكانيكية كلما أمكن ذلك، وأيضا ارتداء أدوات الحماية الخاصة بهم، وأن يكون العامل اليقظ مثل ما ذكرت، مثلا اللي يسوقون ساعات طويلة لازم ينالون القسط الكافي من النوم والراحة. وطبعا الأشياء العامة، من المهم أنه يعرف العامل شو هي حقوقه، شو اللي عليه،
والإبلاغ عن حصول أي حوادث. فهذه هي النصائح العامة اللي نعطيها للعمال جميل للعمل بأمان. جميل جدا. فالعمل بأمان وتوجيهات الإرشادات أو للفئات المختلفة، سواء كانت خلنا نقول للسائقين اللي يسوقون أو يقودون لمسافات طويلة، أهمية النوم وأهمية الراحة مهمة جدا مثل ما ذكرتيها الأستاذة شيرينة. وخلنا نقول أيضا الناس اللي مثلا أو العمال اللي يكونون عندهم أعمال مكتبية، كيف ممكنهم الجلوس الصحيح خلنا نقول، أو عدم الانحناء في الظهر، يساعد جدا على الحماية لهم من أمراض أو أيضا على التعب أو الإرهاق أو الإجهاد. في رأيك أستاذة شيرينة، ما هو يعني شو الحملات التوعوية والتثقيفية بشكل عام غرضها المرجو؟ كيف إن إحنا نشوف إنه سنة عن سنة، هل هو في مثلاً أغراض أو الحملات التوعوية تكون مختلفة أو بنكهة مختلفة، خلنا نقول سواء تطلع على أونلاين فيرتشوال أو طريقة الطرح تكون مختلفة، أو يمكن يكون في لها ثيمات معينة أو توجيهات معينة؟ فهل ممكن الحملات التوعوية والتثقيفية تكون أغراضها أو حتى أسلوب طرحها مختلف؟ طبعا نحاول ان نخلي الحملات ان نعطي الحملات بعدة طرق، منها الفيرتشوال، وممكن ان نجهز جايد لاين عشان هم يرجعون متى ما حبوا، وايضا نسوي كامبينز نطلع لهم فعاليات مختلفة. وكل هالحملات الغرض منها بالأخير زيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع مثل ما ذكرت، ومن المهم جدا تثقيفهم في جميع الجوانب، سواء الجانب الصحي أو الجسدي أو العقلي. وبالنسبة لقياس تأثير هذه الحملات التثقيفية، نقدر نشوفها من خلال قلة عدد الإصابات، وأيضا يرجعون لنا يطلبون منا أن نسوي لهم فعاليات تثقيفية صحية أكثر تخص العمال. ونقدر بعد نقيس فعاليات هذه الحملات من خلال استبيان رضا العملاء اللي نسويه. وبالنهاية الغرض زيادة الوعي لدى هذه الشريحة. جميل جدا. هل ممكن تذكرين لنا أستاذة شيرينة لوتا بعض الحملات اللي سوف تقومها هيئة الصحة بدبي في القريب؟ الحملات اللي احنا نسويها دايما هي ثابتة مثل ما نقول، هي اللي ذكرتها الهباتيتس سي للعمال، وأيضا حملة التثقيف لسائقين المواصلات العامة، هذه نسويها هم كل سنة، فهذه الأكيد اللي تتسوى كل سنة. وأيضا أشياء ثانية مثلا النظافة الشخصية، حملات النظافة الشخصية اللي سنقوم بها. جميل جدا الأستاذة شيرينة. ففي حملات متنوعة ومختلفة لجميع فئات العمال المطروحة. أستاذة شيرينة لوتا، كلمة أخيرة ممكن تخبرينا وتخبرين أعزائنا المستمعين بالاحتفال باليوم العالمي للعمال؟ طبعا وايد مهم ان نهتم بالجانب الصحي والجانب النفسي ايضا والجسدي، ونقدر هذه الشريحة الكبيرة اللي قاعد يبنون المجتمع، وبنفس الوقت نعطيهم الابريشيشن في هذا اليوم العالمي. طبعا كل التقدير لكل العمال اللي موجودين. ونشكرك جزيل الشكر الأستاذة شيرينة لوتاه، مثقف صحي أول في هيئة الصحة في دبي صباح هذا اليوم، بأنك تكونين موجودة معنا عشان تخبرين أكثر بحملات التوعية والتثقيفية وأهميتها في هذا اليوم، يوم العالمي للعمال.
الشكر موصول لكم على استضافتكم لي، وتمنياتي للجميع بالصحة والسلامة. نشكر جزيل الشكر الأستاذة شيرين الوتعة. اليوم حلقتنا كانت مميزة جداً، وتحدثنا فيها وتطرقنا لعدة أخبار جيدة وجديدة وشيقة، بداية بالأخبار اللي لها علاقة بشريحة دماغ متوقع أنها تنطرح في القريب العاجل في السنوات القادمة، وممكن هذه شريحة الدماغ من ناحية الأبحاث الدراسية التي قاموا بها إذا هذه الفترة، أن ممكن هذه الشريحة التي بتكون في الدماغ ممكن تكون وسيلة للقضاء أو للتخلص من مشاكل مزمنة صحية أو أمراض صحية مزمنة، كمثلا السمنة المرضية، طنين الأذن، وأيضا الباركنسون والزهايمر. وأيضا تحدثنا عن أهمية العلاج أو أهمية الغذاء الصحي أو نمط الحياة الصحي، سواء كان من عادات نوم كافية، الابتعاد عن السترس أو الجهد أو الضغط، وأيضا دعمه بالخيارات الصحية الجيدة للتفادي من أو لتفادي التعرض للإصابات أو الالتهابات الذي ممكن، يعني مثلا الأطعمة هذه مثلا اللي تكون خلنا نقول مشبعة بالدهون أو إلى آخره، أو الغير صحية ممكن تزيد العرضة في الإصابات. وفي النهاية تحدثنا عن أهمية التثقيف والتثقيف والحملات التثقيفية التي تقومها هيئة الصحة في دبي في اليوم العالمي للعمال الذي بيصادف في الأول من مايو، والتثقيف الصحي ما يكون بس فقط في هذا اليوم على مدار السنة. يسعدني اليوم أني أشكر الجميع اللي كانوا يستمعوننا خلال هذه الحلقة، وأيضا أشكر الجميع اللي متواجدين معانا في الإذاعة في إذاعة نور دبي، بداية من الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة في دبي، ومع التنسيق أيضا الأخت نجاة السويدي، ومع مخرجنا المبدع وائل القواسمة. كانت معاكم دكتورة سارة الدلال، ونتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله، ونراكم أو تسمعونا إن شاء الله غدا. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة.